أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. انقلاب مركبة محملة بالبصل قرب زيو تخلف خسائر مادية جسيمة. اتصالات كاذبة بالطوارئ تورط شابا ثلاثينيا بمدينة زيو. أمطار رعدية ورياح قوية مرتقبة غدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، المنتخب المغربي يستهل مشواره في كان كوت ديفوار بثلاثية نظيفة في شباك تنزانيا. أهلا بكم من جديد، والبداية بالشأن المحلي. حادثة سير خطيرة تلك التي شهدتها الطريق الرابطة بين مدينة زيو والعروي على مستوى جماعة ولاية ستوت يوم أمس. وفي تفاصيل الواقعة، فإن مركبة من الحجب الكبير كانت على متنها شخصان انقلبت بالطريق المذكور، حيث كانت محملة بكمية كبيرة من البصل. الحادث أدى إلى إفراغ حمولة المركبة من البصل، كما تم تسجيل خسائر مادية كبيرة بالمركبة. ونبقى دائما في الشأن المحلي. عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بزيو قامت يوم أمس بإيقاف شخص في الثلاثينيات من عمره بحي الدويات. المعني بالأمر كان يقوم بين الفترة والأخرى بالاتصال بصفة متكررة ومسترسلة بأرقام الطوارئ، سواء الخاصة بالشرطة رقم 19 أو بالدرك الملكي ثم الوقاية المدنية، وكانت تصل عدد المرات التي كان يتصل فيها المعني بالأمر إلى 50 اتصالا في اليوم الواحد. المعني بالأمر يوجد تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليه. أما بخصوص أحوال الطقس، فقد أفادت المديرية العامة للأرصادية الجوية بأن زخات مطرية قوية محليا رعدية ورياح قوية مع تناثر الغبار مرتقبة غدا الجمعة في عدة مناطق من المملكة. المديرية العامة للأرصادية الجوية أوضحت في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي أن زخات مطرية قوية من 40 إلى 70 ملم ستهم كل من تطوان، شفشاون، الحسيمة ومناطق أخرى من المملكة، من بينها مدينة الدرويش. نختم بهذا الخبر الرياضي. أسود الأطلس تزأر بقوة وتكشر عن أنيابها، والنتيجة الفوز على تنزانيا بثلاثية نظيفة بملعب لوران بوكو في سان بيدرو ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكوت ديفوار. رومان سايس تمكن من افتتاح التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 30، ثم سجل الساحر عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77، والقناص يوسف أنصيري الهدف الثالث في الدقيقة 82. وسيواجه أسود الأطلس خلال الجولة الثانية منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد، ونتمنى حظا موفقا للمنتخب الوطني المغربي في هذا الاستحقاق القوي. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري. يرجى بالتفضل بالبقاء معنا عبر باقي منصاتنا الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. في أمان الله.